لكل منا هدف بالحياة، وبالضغوطات العائلية وتربية الأولاد أكيد ما شكلت عائق عند حدا وما وقفت بوش أي هدف، بل كانت دافع لحتى تبدأ كل وحدة فيهم مشروعها الخاص. هيك بلشت فكرة عند كل سيدة صارت اليوم جزء من المشهد على أرض حديقة تشرين، وضمن فعاليات معرض المرأة الريفية. وضمن مشاركات متنوعة من مختلف المحافظات السورية، منتجات ومصنوعات يدوية حملت بصمتها. اليوم ضمن فقرتنا الصباحية رح نتعرف سوا على مشاركة السيدة السورية بالسويداء واللاذقية ضمن فعاليات المعرض. معنا رح يكون المهندسة محسنة أبو سمرة رئيسة دائرة التنمية الريفية بالسويداء، والمهندسة رباب وردة رئيسة دائرة التنمية المرأة الريفية في اللاذقية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير والعطاء. أهلا وسهلا. يعني سويدا واللاذقية اليوم اجتمعوا عنا، أهلا وميت سهلا فيكم. أهلا فيكم. ومعنا أكيد منتجات، خلينا نحكي عنهم لأهالي السويدا، منتجات لاذقية أكيد بشرفنا أنه نحكي عنهم بحلقات قادمة. ست محسنة، خلينا نحكي أكثر عن مشاركتك بهذا المعرض، عن يمكن التراث والمواد يلي اليوم شايفين جزء بسيط منا للمشاركة والتعريف من خلالها للمعرض. صباح الخير. صباح الخيرات. نحن منتجاتنا ومشاركتنا بمعرض منتجات المرأة الريفية طالعة من بيئتنا. في عنا نحن كتير منتجات عن الصناعات الغذائية، عن الأعمال اليدوية المختلفة. نحكي شوي عن الصناعات الغذائية اللي هي نتيجة البيئة عنا، نتيجة محاصيلنا المختلفة بمحافظة السويداء اللي بتتميز فيها هي العنب والتفاح والتين والقمح، الخبز العربي. منتجاتنا طبعا هي كلها صناعات يدوية، صناعات الزبيب، الدبس، دبس التفاح، دبس العنب، مجفف التفاح، الأفكار الجديدة اللي عم تطلع من فلاحاتنا وبيئتنا لزيادة التصنيع عنا الغذائي بالنسبة لمحاصيل موجودة عنا، إظهارها بمختلف أشكالها، يعني بعدة أشكال لها، إن كانت مجففات أو إن كانت تصنيع دبس أو إن كانت خبز أو أي شيء ممكن يستفيد منه. قديش حلو التعريف، يعني أول ما فتنا زينب قالت لك إنه هذا اسمه مجفف التين، هذا باللاذقية اسمه الهبوط، بس نحن عنا مجفف التين. تماما، يعني قديش حلو إنه هيك الواحد يتعرف على منتجات محافظات تانية. كل يمكن التين بينعمل بأشكال متعددة، بكل محافظة إلى صفتها الخاصة فيه. نحن عنا مجفف التين، مجفف الزبيب، باللاذقية في عنا طبعا بتحكي عنه هي هبول. ايه تفضلوا. اكيد سيده رباب، كمان خلينا نحكي عن مشاركه المراه الريفيه باللاذقيه، وخاصه بنعرف كمان اللاذقيه بيئه متنوعه جدا وفيها كثير من الصناعات الغذائيه المشهوره فيها وايضا التقليديه، فنحكي عن المشاركه. صار مشاركتنا بمعرض منتجات المراه الريفيه للعام تميزت بتنوع معروضاتها، منبلش من منتجات الصابون والزيوت الطبية والعطرية. نحن شاركنا بجناح خاص للمستحضرات التجميلية من الزيوت الطبيعية. حلو. سواء كانت صابون، بصابون الغار، صابون ماء الورد، صابون متنوع طبعا من إكليل الجبل، صابون الصبار، بالإضافة إلى شامبوهات متنوعة أيضا، بالإضافة إلى أنه شاركنا بكريمات وزيوت طبيعية من البيئة الطبيعية الموجودة الغنية عندنا في الساحل السوري في اللاذقية، بالإضافة إلى أنه مقطرات من ماء الورد، ماء الزهر، ماء النباتات الإكليلي الجبل، بالإضافة إلى مجففات من الزهورات متنوعة أيضا. شاركنا أيضا صناعات غذائية متنوعة، منها دبس الفليفلة، دبس البندورة، المكدوس، منتجات الحبوب، من سواء الحنط، القمح الكامل، الشعير المحمص، بالإضافة إلى البرغل. شاركنا أيضا بمجففات الحديقة المنزلية، نحن عم نشتغل على مشروع الزراعة الأسرية، في عنا كان مجففات الملوخية، البامية، اليقطين. يا سلام. بالإضافة إلى جوعتينا من الصبح رباب. خل دبس الرمان أيضا من المواد، المكدوس،
المربيات على اختلاف انواعها، ايضا شاركنا بعسل مختلف ومتنوع سواء عسل الحمضيات، العسل الجبلي، بالاضافه الى عسل الشوكيات، ايضا شاركنا بصناعات تقليديه سواء كان القش، الفخاريات، الخيزران، ورد السيراميك والخرز، بالاضافه الى مشاركتنا كانت بالكروشيه، اشغال السناره، بالاضافه الى كان عندنا مبادره انه بارقه امل، كان عندنا في مشروع سيده عم تشتغل باروكات للاطفال اللي بيعانوا من مرضى السرطان، انه بنعمل منهم شعر مشان الاطفال يحسوا المصابين انه بيلبسوا طاقيه ومنها شعر، فبالتالي انه بيحسوا باحساس الاطفال العاديين. فكان يعني مشاريع الحمد لسيدات متنوعه، ايضا في تدوير المخلفات كمان كان لها ركن كثير حلو ومهم عندنا بالمعرض. طبعا هي كلها من اهم السيدات والمشاريع اللي شاركنا فيها السنه بجناحنا. نعم ستريباب، خلينا نحكي، يمكن عددتي منتوجات كثيره، قسم كبير يمكن لكل محافظه في اقسام كبيره، بس قديش اهميه الاضاءه على مشاريع داعمه، مشاريع يمكن عم تعي الاسره بكاملها لحتى يمكن الدعم النفسي مهم. صحيح. انه يمكن تجي يروح انا انه اقول يا الله شو حلوه هالشغله، فهي بتعطيها دعم كثير كبير. أكيد. للسيده اكيد نحن في عندنا يعني 25 مشروع متنوع على 200 سيده، في عندنا 25 سيده حاضره عم تحضر بالمعرض. طبعا اهميه المعرض بتجي انه انا عم بدعمها للسيده، اولا انه انا عم اعطيها اهميه، عم حسسها بقيمتها، عم بدعيها من محافظة لدمشق للعاصمة حتى تعرض منتجاتها، فهون في دعم نفسي أنا عم بدعمها. طبعا. إنه أنا عم حييها إنه إنه أنت فعلا منتجاتك ممكن إنه هي خرجت تنعرض. ثاني شيء إنه أنا عم روج لها لمنتجاتها بمجتمع كبير، ثاني عم عرف الناس عليها وعلى منتجاتها، فهذا بدعم كتير كبير. بالإضافة إلى إنه في المعرض عم يعطي فرص انه انا اتبادل اتعرف على منتجات سويدا، منتجات المحافظات الاخرى، عم بتبادل بالخبرات، عم يجوني زوار من مختلف الناس، من مختلف الطبقات، من مختلف الفئات العمريه الثقافيه الشباب، فبالتالي رجال ونساء عم يشوفوا منتجاتي، فهذا كثير دعم كبير للمراه. واهم شيء الرعيه الاقتصاديه، انا عم حقق لهم سوق عم يستفيدوا منه، انه انا عم بيع من مشروعي، فكل هذه العوامل عم تنعكس ايجابا على دعم المراه نفسيا ومعنويا وخبره، وبالاضافه للماديه. ومن معرض لمعرض عم بدها هي تحاول تطور حالها وتطور منتجها لحتى تحقق منافسه اقوى ولحتى تثبت ذاتها اكثر، لانه هي تجربه عن جد يعني كثير عم تعطي خبره للسيده على مستوى العالم. خلينا نقول حتى 7 سنين يمكن كمان سيده محسنه، شفنا المراه السوريه ان كانت ام شهيد، ان كانت ام جريح، ان كانت حتى ام عم تحاول انه تعيل عيلتها بظل الظروف الصعبه، هي امراه يعتمد عليها بظل يعني بكل الظروف. فخلينا نحكي كمان عن هذا الشيء اللي عم بيشجع المراه حتى فعلا تعمل مشروعها الخاص، تقدر تعيل عيلتها بظل الظروف الاقتصادية، تكون جزء من المجتمع وتعطي. يعني كمان خلينا نحكي عن انه قديه مهم هيك معارض حتى صحيح. تشجع السياحة كمان. صحيح. بالنسبة للمحافظة اكيد طبعا. هلق المرأة السورية بشكل عام هي دائما قوية ودائما كادحة ودائما عم تشتغل وتعمل، ان كانت امرأة مثقفة او ان كانت امرأة بضمن بيتها، بداية من تربية اولادها. هاي الظروف يمكن أكدت هالشيء بأنه المرأة دائما رح تكون قوية بكل سوريا وبكل محافظاتنا، وخاصة عندنا كمان نحن بسويدا في كان أم الشهيد وأخت الشهيد وفي أسر شهداء كتير، فاضطرت كتير نساءنا تكون معيلة لأسرها، وهالإعالي فكرت بكثير مشاريع أن تقوم بتشتغل فيها من ضمن منتجات بيئتها، أو أن هي تبتكر منتجات ممكن تكون رائجة، ممكن تكون قادرة على أن توصل لكل الناس بطريقتها وبذوقها وبتقنتها.
فعنا نحن الأعمال كلها مثل ما حكت زميلتي رباب، أنه في عنا كمان نحن المنتجات المختلفة من أعمال يدوية، إن كانت صناعات الأعمال اليدوية، إن كانت صناعات الشمع أو الكروشيه أو استخدام توال في البيئة. يعني من لا شيء، من توال في البيئة رح تصنع لوحة ورح تصنع كمان انه المحافظتين اليوم اللي معنا لهلا محافظين على الشغل التقليديه اكثر من غير محافظات. يعني في كل محافظه معروفه بشيء، لكن السويدة واللاذقيه او خلينا نحكي الساحل بشكل عام محافظ على تقاليد ريفيه محببه عند كل العالم. صح. محببه ضمن المحافظه وضمن المحافظات الثانيه، يعني حتى مرغوبه، يعني دائما في سؤال عنها. صحيح. انه نحن بدنا نشوف الخبز العربي، بدنا نشوف صناعه القش، بصناعات. يعني هلا بنوصي على اغراضنا انا وليا من السويدة. اهلا وسهلا فيكم اكيد. اهلا وسهلا فيكم اكيد. فدائما عندنا المراه دائما قويه، والحمد لله ما في ظروف رح توقفها باي مكان، بالعكس رح تشتغل ورح تبني مشروعها الخاص فيها. يمكن نحن عم ندعمهم شوي ضمن هاي المعارض، مثل ما حكت زميلتنا رباب انه نفسيا وماديا وتبادل الخبرات هو اهم شيء. معرفة تعريف على منتجاتنا ونتعرف على منتجات باقي المحافظات. نعم. فالحمد لله وكانت نتائجنا مقبولة كثير بالنسبة للمعرض. الحمد لله. ست رباب خلينا نرجع لعند حضرتك ونحكي، يمكن مشاريع كثيرة مثل ما ذكرتي من شوي عم تقوموا فيها من أجل دعم المرأة، ولكن يمكن في أفكار جديدة وفي ناس جديدة حابة تنضم لمشاريعكم، كيف أو شو هي الخطوات يلي بتخلي أي سيدة بحاجة لعمل أو بحاجة لتعمل دورة تدريبية إنكم تساعدوها؟ طبعا نحن بنساعدها عن طريق مسؤولات تنميه المراه الريفيه بكوادرنا المنتشره بالوحدات الارشاديه في مجال عمل كل محافظه. بالاضافه لذلك نحن في محافظه اللاذقيه عندنا سوق دائم لمنتجات المراه الريفيه موجود في حديقه مديريه زراعه اللاذقيه. هذا الصاله تمت بدعم حكومي وبإشراف الوزارة ومديرية الزراعة باللاذقية. هذا الصالة بتضم 75 سيدة إلى مشروع دائم، فبالتالي بأي سيدة فيها تراجع نشاطاتنا عن طريق مسؤولات المرأة الريفية في الوحدات الإرشادية أو مراجعتنا بدائرة تنمية المرأة الريفية أو بصالة بيع منتجات المرأة الريفية اللي بتقدم كل هالمشاريع المتنوعة واللي عم تدعم السيدات الريفية بالبيع المباشر في هذه الصالة. نعم. يعني أكيد ليا نحن مو مستغربين من المرأة السورية تكون قدها وقدود بكل الظروف، وخاصة المرأة من جبل العرب والمرأة من جبال العز. يعني هي امرأة قوية، أم لشهيد وأم لجريح أكيد. وأم للكل بصمودها وقوتها، وأكيد هي اللي عملت مشروعها الخاص واللي هي جزء من هذا المجتمع. مشكورة أكيد. جهودكم لتنظيم هذا المعرض ولتعريفنا على كل الصناعات الموجودة بكل المحافظات، وبدي اقول لكم شكرا كثير على المعلومات اللي اعطيتونا اياها. شكرا لكم لدعمكم وان شاء الله بتشرفونا بالمعرض. اهلا وسهلا فيكم. بتعرف على باقي المنتجات ان شاء الله. اكيد اكيد بنتشرف. شكرا كثير لكم وبترفعوا الراس. ميرسي لكم. شكرا لكم.